الآن بدأ يسجل المحاضرة. طبعا هذا عبارة عن discussion a chapter in respiratory disorders. وراح نستقبل فيه جميع الأسئلة الخاصة في الطلاب. تفضل يا خيرية، إيش سؤالك؟ خيرية، خيرية المصري، طيب يا طلاب طالبات، إذا في حدا عنده سؤال تاني غير خيرية، أبان يمكن عندها مشكلة خيرية، تفضلوا. نغم، تفضل يا نغم. مساء الخير يا دكتور، كيف حالك؟ أهلا يا نغم، مساء الخير. دكتور، بدي أسأل، هل إتى في الإمفيزيما حكينا إنه بصير ديكريز في الهيموغلوبين ساتوريشن، ليش بصير هيك؟ شو علاقة الهيموغلوبين بالإمفيزيما؟ decreasing في الهيموجلوبين ساتوريشن، إيه؟ الموضوع طبعا هو الموضوع له علاقه بالجاز اكستشينج، لانه الان الهيموجلوبين ساتوريشن المقصود فيه هو عباره عن ارتباط الاكسجين بالهيموجلوبين، لانه هو الناقل، صح ولا لا؟ لأنه عشان بيصير نقص في الأكسجين فبيصير فهمت، نقص في الأكسجين. الانفيزيما بصير عند بصير دمج في الالفيولاي ودمج في الكابيلاريز، فبالتالي ما بيصير جاز اكستشينج، فاذا ديكريزنج في الاكسجين كونتنت ان ذا بلاد، طبعا هذا ممكن نسميه بالساتوريشن. يعني قصده هيموجلوبين ساتوريشن انه يعني حمل الهيموجلوبين للاكسجين نفسه. صحيح، طيب كمان سؤال، هل تفضل. اتى في التهاب الجيوب الانفيه في الباثوجينيسيس حكينا انه بصير في عندنا صح اكيوميليشن للميوكس، صحيح وحكينا خلال الباثوجينيسيس انه بصير ديكريز في البي اتش، طب ما صحيح، الميوكس هو اسيدك، قصدي بيزك ميديم، صحيح. هو طب كيف لا، هو الميو ال ال ما تربط الميوكس بال في موضوع الجي اي تي. في الجي اي تي لما تكلمنا عن البيزك ميديوم كان نتكلم عن البيكربونات اللي بتعمل كفرنج للميوكس، مش يعني مش الميوكس. دايما الميوكس بيبقى بيزك، احنا احيانا ما ممكن بنتكلم، يبقى اسيدك. لا، هو الميوكس، احنا بنتكلم عن ماكرو مولكيول. ماكرو مولكيول بتكون من ميوسين. الان انا ما بقدر احكي انه هذا عباره عن بيزك ستراكشر اور اسيدك ستراكشر، هو ماكرو مولكيول. في موضوع الـ انا اعتقد انت سالت هيك، لانه احنا لما درسنا في الجي اي تي والاستوما ربطنا البروتكتيف ميكانيزمز اللي هي البلاد والميوكس والبيكربونات، مش هيك انت هيك كان قصدك؟ انه هذا طبيعته انه بيكون هيك. فهذا الموضوع كان البيكربونات، وجود البيكربونات از لاير فوق طبقه الميوكس بتخلي هذه الطبقة، طبقة الميوكس، بيزك ميديوم، مش نفسه الميوكس، لا هو البيكربونات اللي بيعمل كفر للميوكس، لأنهم بيكونوا موجودين مع بعض. طيب هنا برضو في الباثوجين شو اللي خلى البي اتش تبقى قليلة؟ الموضوع له علاقة بالكربون ديوكسيد. الكربون ديوكسيد هو أسيدك ميديوم، عفوا مش اسيدك ميديوم، هو اسيدك مولكيول. زائد كمان شغله، انه لما يصير عندك عمليه الالتهاب، هذا التهاب انفلاميشن، الانفلاميشن بتحفز الاميون سيلز ومن ضمنها النيتروفيل، طبعا النيتروفيل داخلها لازم يكون في اسيدك ميديوم، طبعا لما تعمل انفلاميشن الا ما يكون في بعض خلايا النيتروفيل بصير لها ديستركشن،
فبالتالي لما انت هلايسز الاسيدك ميديا تبعها بكون موجود في المنطقه. كثير هذا. خلاص تمام، شكرا يا دكتور، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. إذا خيرية موجودة معنا تفضلي يا خيرية. ريمان تفضلي يا ريمان. ريما عفوا، ريما قديح تفضلي. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك، أهلين. هرجيت يا دكتور برضو في نفس النقطة اللي تو حكت فيها، إنه في الباثوجينيز للسينوسايتس صار عندي أوبستراكشن للأوستيا، تمام، وبرضو صار خلال يعني بعدين صار عندي ستيزز للسكريشن. كيف يعني صار الستيزز؟ يعني مش فاهم هاي النقطة. وبعدين صار عندي ديكريزنج في البي اتش. الآن الأوستيا، الآن اللي هو الساينس، هذا شيء موجود داخل يعني داخل الجمجمة، داخل السكال، صح ولا لا؟ صحيح، هو موجود. الآن الساينس هذا هو عبارة عن ميوكس ممبرين، اللينينج اريا أو اللينينج ممبرين للساينس هو عبارة عن ميوكس ممبرين، فبالتالي الطبيعي إنه يفرز ميوكس، طبيعي. صحيح. الميوكس هذا طبعا اللاير اللي موجوده بالساينس طبعا فيها السيلياري مسل. السيلياري مسل وظيفتها انها بتعمل بشكل طبيعي، بشكل نورمال، بتعمل ريموفال للميوكس السيلياري. طب الان هذا الميوكس موجود في الساينس، الان بده يطلع على النيزل كافيتي، صحيح، عن طريق الاوستيا، من خلال الاوستيا. الان اي عمليه اوبستراكشن سواء كان من انفلاميشن او البوليبس او اي شيء يؤدي الى اوبستراكشن او ناروينج في الاوستيا، النتيجه انه الميوكس مش راح يقدر ينتقل من داخل الساينس الى النيزل كافيتي، فحصل له اكيوميليشن. اذا ستيسز، يعني ستيسز يعني يعني بيضلوا في مكانه، يعني اكيوميليشن يعني ركود. صحيح، ستيسز يعني ركود. تمام، بس بدي اسال كمان نقطه في نفس الموضوع. تفضلي. هل جيت اخر إشي صار عندي اكيوميليشن للميوكس، تمام، صار له ريتينشن. طب بعدين بعد هيك تم استدعاء الانيت اميون سيلز. طب ليش بما انه انا بحكي ريتينشن للميوكس يعني بيكون عندي، يعني بيكون مثلا عندي كونتينوس باكتيريال انفكشن، تمام، هنا بحكي كونتينوس، ليش يعني تم استدعاء الانيت اميون سيلز مش يعني ادابتيف؟ لانه لازم اول شيء يستدعى الانيت، يعني بعد هيك برضه حتيجي الادابتيف، علشان انا بحكي عن ريتينشن. صح، اذا بتكلم عن اكيوت انفلاميشن حيكون فقط الانيت، لكن لو انا بتكلم عن كرونيك، لانه احنا اخذنا فيه نوعين. اكيوت اند كرونيك. اذا كرونيك، لا كرونيك لازم يصير كيموتاكسيس للادابتيف. تمام. طبعا انت الان انت حكيتي في الاول، قلتي انه الانفكشن هو كونتينوس انفكشن، ماشي، هو كونتينوس لانه انا بتكلم عن هو ميديوم سيوتابل للبكتيريا جروث، هذا شيء طبيعي. لكن البكتيريا هذا اول ما يصير عندي انفكشن وجروث البكتيريا، مباشره بتم استدعاء الانيت مباشره. لازم الانيت. تمام، بس كمان اذا في سؤال تفضلي. هل جيت في الازماتيك تريجر اللي بتعمل اكسترنسيك ازما، مثلا الداست عندي، تمام؟ تمام، هل جيت هو خلال سلسله من التفاعلات حيصير عندي انه تتحول التي هيلبر 2، انه يعني التي هيلبر تتحول لتي هيلبر 2، وبعد هيك التي هيلبر 2 حتحفز البي سيل علشان تصير بلازما بي سيل تفرز الاي جي اي، تمام؟ هل جيت هي تي هيلبر 2 ما بتحفزش البي سيل، هي انها يعني بتفرز انترلوكين 4 اللي بيروح بيحفز البي سيل، مش انه تي هيلبر 2 نفسها. هو معلش كلامك صح. الان معلش هذه الاشياء انا حكيت عشان اخذناها باتو واحد ومرت علينا كثير، فيعني بسرعه النتيجه البرتو خلال افرازها للانترلوكين 4 بتروح بتحفز للبي سيل. تماما، انه احنا لما شرحناها باتو واحد انا بس بدي اتاكد. لا هو صح كلامك،
لانه خلص لا وانت حكيتها قبل هيك بس انا بدي اتاكد في الموضوع هذا. لا انت حكيتها اكثر من مره برضه في المحاضره انه تي بارتو بتفرز انترلوكين 4 بس في النقطه هذه انا بدي اتاكد برضو. لا لا لما الان كرار عشان تكرر لما نحكي حتى يمكن لو سمعت محاضرات الاندوكراين لما نتكلم على الـ على الاوتو اميون ديزيزز اللي لها علاقه بالاندوكراين كنا نحكي مينر وميجر باثوي ومباشره ما نحكي الانترلوكين اللي بيعمل اكتيفيشن لهذا الباثوي. بس بدي اسال برضه في نفس الموضوع هل جيت في ال الازماتيك تريجر اللي بتعمل لي اكسترنسيك ازمه مثلا الفيروس خلال برضه سلسله من تفاعلات تم افراز سيتوكاين زي انترلوكين 4 برضه نفس الموضوع هل جيت الانترلوكين 4 الانترلوكين 4 هاي راح تحفز التي هيلبر وحولت لها تي هيلبر 2 طيب ليش يعني صار هيك ليش ما الانترلوكين 4 من خلال المجر باث واي راح تحولت لي بسرعه البي سيل للبلازما بي سيل زي ما خدنا باث واحد انه الانترلوكين 4 من خلال المجر باث واي بسرعه لحالها بتروح بتحفز البي سيل للبلازما بي سيل معلش ما فهمت سؤالك ممكن تعدي هل جيت في الفيروس هل جيت هي هذه بتعمل لي اكسترنسيك ازمة تمام تمام هو عبارة عن فيرال انفكشن يعني الاميون سيستم الاميون سيستم حيروح حتحفز عند الاميون سيل وحتفرز سيتوكاينز واحدة من هاي السيتوكاينز اللي هي الانترلوكين 4 الانترلوكين 4 راح يروح يحفز التي هيلبر علشان تتحول لتي هيلبر 2 علشان التي هيلبر 2 تفرز الانترلوكين 4 وتروح تحول بي سيل لبلازما بي سيل طب ليش ما الانترلوكين 4 من خلال المجر باث واي راحت بسرعه حولت للبي سيل لبلازما بي سيل مفيش يعني مش انه مش شرط انه يعني التي هيلبر تروح الانترلوكين 4 تحفز للتي هيلبر تتحول للتي هيلبر 2 ليش ما اشتغلت من خلال المجر باث واي بسرعه زي ما اخذنا باث واحد هو هيك الطبيعي هيك اللي يصير طبيعي انه دائما حلقه الوصل ما بين الانيت والادابتيف هو التي هيلبر سيل النايف سي دي 4 هذه هي حلقه الوصل الان اذا بده يحفز الباثوي الاول تي هيلبر 1 تفرز الانترلوكين 2 او الانترفيرون جاما ويحفز الباثوي اذا انا بدي احفز الباثوي تبع البي سيل او بلازما بي سيل والاي جي جي الان لازم يتم من خلالها عن طريق افراز الانترلوكين 4 هيك هو اللي بصير تمام يعطيك العافية يا دكتور يعطيك العافية لميا تفضل يا لميا يعطيك العافية يا دكتور الله يعافيك أهلين بدي أسأل بشغلة طيب احنا حكينا في مرض الانفيزيميا انه المرضى هدول بكون عندهم تاكيبينيا يعني نتيجة أنه عندهم زيادة في الهارت ريت وتحفيز السيمبوتيك نيرفس سيستم تمام؟ هلا أنت حكيت أنه ما بيكون عندهم نقص في الأكسجين لكن هم بتنفسوا بشكل غريب اعتماداً على الآلية تحت البروس ليب بريثينج أنه الاسبيريشن من الأنف والاسبيريشن بيكون قوي من الفم تمام؟ قلت في الدياجنوزيس أنت معلش أنا حكيت ما بيكون في عندهم نقص في إيش؟ حتى الفيديو مرتين نفس الإشي أنا ما بيكون لكن بتنفسه بشكل غريب هو لا هو بيكون نقص في الاكسجين بيكون نقص في الاكسجين هو نقص الاكسجين هو بتنفس الان الطبيعي انه في عنده انسبيريشن اكسبيريشن بس المشكله وين المشكله الانفيزيما انه انلارجمنت في اللانج كاباسيتي ديستراكشن في الكابيلاريز وفي الالفيولاي فبالتالي مش راح يكون في نورمال جاز اكسشينج إذن decreasing في الأكسجين saturation أو level في البلد هذا بصير لكن أنا ما بتكلم عن زي مشكلة مثلا الكرونيك برونكايتس إنه السيانوسيز لأنه في يعني high decrease في الأكسجين amount هو بكون في decreasing في الإنفيزيما لكن بدرجة أقل بس هو في decreasing الآن المريض عشان يعوض المشكلة هذه طبعا هو في ديكريزنج في الاكسجين وفي عدم قدره على اخراج الكربون دايوكسيد لانه ما في غاز اكسشينج بشكل طبيعي عشان المريض يحاول يحل المشكله هاد فبتلاقي بياخذ نفس عميق وبيعمل فورس اكسبيريشن عشان يحاول يطلع جزء اكبر من الكربون دايوكسيد صحيح
أنا عشان هيك حكيت بالأول هيك، بعدين في الدياجنوز حكيت لا بكون عندهم ديكريز. طب هي أصلا أنا حكيت إن عندهم أوبستراكشن، يعني أكيد عندهم نقص في الأكسجين، لكن كنت هو متأكد إنه نقص الأكسجين عندهم مش نفس نقص الأكسجين في الكرونيك برونكايتس، صح؟ بس هو ما هو يا لميا، هو ما عندهم اوبستراكشن في الامفيزيما. الامفيزيما مش اوبستراكشن، الامفيزيما هي هو عباره عن لوس اوف الاستيسيتي. الاوبستراكشن بيكون في البرونكايتس. تمام. مش احنا لما عرفناها حكينا انه الامفيزيما ثاني، الامفيزيما لوس في الالاستيسيتي صح. كديسيز تمام. هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز، بينقسم الى قسمين، واحد منهم الامفيزيما. الامفيزيما لوس في الالاستيسيتي. تمام. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. نور الحراني تفضلي. نور الحراني تفضلي. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك. أهلين يا نور. بدي أسأل بمحاضرة كوفيد 19 الباثوجينيزز إلها، صح حكينا بصير ترانزليشن للآر إن إيه وبتكون بولي بروتينز اللي هم بي بي 1 إيه وبي بي إيه بي، بعد هيك بيتكسروا البولي بروتينز هدول، طب مين اللي كسرهم بالضبط؟ إنزيمات. معلش يا نغام لو سمحتي، بس المايك. تفضلي يا نور تفضلي. الباثوجينيز تبع كوفيد 19 حكينا بصير ترانزليشن للار ان اي وبتكون بولي بروتينز اللي هم بي بي 1 اي وبي بي 1 اي بي، بعد هيك بيتكسروا هدول البولي بروتينز، طب مين اللي كسرهم بالضبط؟ اللي بكسرهم بالضبط عبارة عن مجموعة من الانزيمات بتكون موجودة في الـ في الـ الكود تبعها، بيكون موجود في المس في الار ان اي الخاص في الفيروس. بمعنى الفيروس المسنجر ار ان اي او الار ان اي تبع الفيروس، طبعا هو فيه جينات، طبعا الجينات خاصه بالجلايكو بروتينز وفي اكسسوري بروتينز. الان من ضمن الاكسسوري بروتينز في عندي انزيمز، هذه الانزيمز من ضمنها اللي هو الار ان اي مثلا بوليمريز. الان الار ان اي بوليمريز هو الانزيم المسؤول عن عمليه الدوبليكيشن الخاصه في الار ان اي تبع الفيروس، تمام؟ وايضا انزيمات اخرى بتعمل ديجراديشن لهذه البروتينات على اساس انه العمليه تستمر وتنتقل الى ما بعدها. يعني من الفيروس نفسه بيكونوا الانزيمات موجودين. صحيح، يعني موجود في الار ان اي الخاص في الفيروس. صحيح. تمام. طب في سؤال ثاني بمحاضره الازمه بالكولد اير، صح حكينا انه بيصير تحفيز للماست سيل بسبب الهواء اللي ما صارلوش وورمينج مش بسبب الهايبر سنسيتيفيتي، طب بعد هيك بعد ما يصير تحفيز للماست سيل هل بيصير هايبر سنسيتيفيتي بعدها، بيصير برونكوسبازم ولا ما بيصيرش بالمره الهايبر سنسيتيفيتي؟ لا هو بصير برونكوسبازم، طبعا بصير برونكوسبازم، بس الموضوع ما له علاقه بالهايبر سنسيتيفيتي از اليرجي، هو هايبر ريسبونسيفنس هيك ممكن نسميه. اعتقد انا في السلايد حاكي في الجزئيه هذه هايبر سنسيتيفيتي. هي لا هو في الكولد اير احنا ما بنتكلم عن ما بتكلم عن اليرجي از اليرجي. هو اللي بصير انه الكولد اير هذا بيعمل ستيميوليشن للماستل، فالماستل من خلال السنسيتايزيشن اند ديجرانيوليشن بيطلع الهيستامين اند بعض البروستاجلاندينز والميدياتورز الخاصه بالانفلاميشن، فبتعمل انفلاميشن وبتعمل البرونكوسبازم. هذا كله ممكن نسميه هايبر ريسبونسيفنس. اما مش هايبر سنسيتيفيتي. لا لا مش هايبر سنسيتيفيتي، لانه ما بتكلم عن اليرجي. تمام دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. نغم تفضل يا نغم. دكتور هلا خيرية الصوت مش واصل عندها، مش راضي يطلع عندها، في مشكلة مش عارفة ليش، فقالت لي أسأل سؤالينها. المهم هلقيتها هي استسأل في الأكيوت والكرونيك أزمة،
هلا احنا حكينا انه التنين زي بعض بصير لما الشخص يتعرض لمثلا بوزيتيف ايجنت، لو مثلا غبار او اشي بصير معه الاتاك تاع الازمه، فانه فيش فرق بينه معي اساس صنفوهم يعني مثلا اللي هو كرونيك وكيوت. صلى على النبي. الان بالنسبه لو انا بدي اسمي ازماتيك بيشنت، ازماتيك بيشنت هذا عباره عن كرونيك ازمه، بمعنى انه هذا ديزيز، يعني انا انسان عندي ازمه متعارف، هذا انسان عنده ازمه، معنى الكلام انه اي التريجر بيتعرض له، طبعا ممكن يكون هو مش شرط كل التريجرز اللي اخذناهم يعملوا عنده مشكله الازمه، خلص هذا انسان، انا كانسان عندي ازمه بعرف انه اكس تريجر بيعمل لي البرونكوسبازم والديسبينيا والمشاكل هذه، لا انا الان في هذه الحاله انا كرونيك. الان الاكيوت ازمه ممكن تصير عند انسان طبيعي، يعني هو اوريدي ما عنده الازمه، لكن تعرض مثلا لداست، تعرض لبولوني جرينز، تعرض لكولد اير، تعرض لاي اكس فاكتور، صار عنده البرونكوسبازم. الان في الحاله هات بتكلم عن اكيوت ازمه، وفي معظم حالات الاكيوت ازمه معظمها سيلف ليميتد، يعني تنتهي لحالها، لكن كرونيك ازمه لازم يكون في عندي تريتمنت. عشان هيك بنلاقي مريض الازمه الايروزول از تريتمنت، سواء كان برونكودايليتور او كورتيكوسترويد، بنلاقيه دائما موجود معاه بجيبته، ما بيفارقه. ليش ما بيفارقه؟ لانه ممكن هو ماشي يصير عنده الازمه، ممكن يشم اي واحد بس كان بيدخن جنبه يصير عنده الازمه. هذا الفرق ما بينهم، انه انت لما تتكلم عن ازمتك بيشنت فهو كرونيك ازمه. هذا طيب اللي يعتبر أكيوت، يعني مش دائما ممكن يصير معه الأزمة، ممكن أحيانا أو أحيانا لا زي هيك؟ لا مش هيك. إذا الأكيوت أزمة بالضبط، يعني أنا ما بديش أسمي البيشنت إنه هو عبارة عن أكيوت أزمة. إذا أزمتك بيشنت فهو كرونيك. أنا بتكلم الآن عن الأكيوت، إنه إنسان هو لا يصنف أزمتك بيشنت، لا يصنف، لكن مثلا تعرض للتريجر، هذا التريجر عمل عنده سيفير برونكوسبازم، فمش قادر يتنفس. الان هذا اسمه ازمه، لان الازمه هي عباره عن برونكوسبازم بشكل عام. الازمه هو برونكوسبازم، نتيجه البرونكوسبازم ما بيكون في عندي نورمال ريسبيريشن. فاذا كان اكيوت خلص انه في اكس فاكتور خلى عنده السيفير برونكوسبازم وادى عنده الاعراض الازمه. الان هذا في معظم حالاتها سيلف ليميتد او من خلال الكويك ريليفر رابد هيك او شورت اكتنج برونكودايليتور، الموضوع انتهى. يعني ممكن مره ثانيه ما ترجع له، ممكن لو تعرض لنفس التريجر ممكن ما يصير عنده مشكله. لكن لما بدك تتكلم عن كرونيك ازمه، اذا هو ازماتيك بيشنت، فلو تعرض للتريجر كل لحظه لازم يصير عنده ازمه. حتى بتلاقيه مثلا هو عارف انه لو تعرض للشغله هذه عند حتجي الاتاك، فبتلاقيه باخذ التريتمنت از بروفايلكسس. تمام. كمان سؤال هلقيت هو لما نحكي مثلا عن خليه صار لها ابوبتوزز بيختلف عن لما نحكي صار لها ديستراكشن، ولا فيش فرق صح؟ اعتبري فيش فرق. لو انا بدي يعني احدد، لو لا يعني لو انا بشكل عام هو فيش فرق، بس تحديدا يعني كمصطلح في فرق. هو كمصطلح destruction هو عباره عن cell death، فالcell death بشكل عام في الفسيولوجي هو necrosis and apoptosis. الان اذا احنا بنتكلم، الان ما بدي اخش في تفاصيل وتعقيدات، اذا انا بتكلم عن normal physiology، فمعظم حالات النورمال فيسيولوجي ديث هو عبارة عن أبوبتوزز. إذا أنا بتكلم عن ديسيز، عن إنفلاميشن، عن إميون ريسبونس، ممكن يكون نيكروسيز وممكن يكون أبوبتوزز. طبعا هذا بيعتمد على الميكانيزم اللي موجود، الميكانيزم اللي بيخليه تشتغل الخلية. ما هو اللي خلى يسأل هذا السؤال، إنه في لما حكينا في الباثوجينيسيس تاعت الكوفيد 19 اللي هي البروتكشن تاعت الإميون سيستم ضد الباثوجي ضد الفيروس، إنه حكينا أبوبتوزز، إنه بيصير الإميون سيستم بيعمل أبوبتوزز للخلية المصابة. بينما طبعاً في التي سيل بيعمل أبوبتوزز بشكل عام، بينما
في الباثوجينيسيس اللي بيعمل اللي هي المضاعفات تبعت اللي هي الكوفيد 19 اللي بصير، نسيت انا ايش بالضبط اللي هي اللي تاعت لما يصير فيه اللي هي سايتوتوكسين كتير، حكينا انه بصير انه حسيت انه ممكن يكون في فرق بين ابوبتوزس ديستركشن عشان هيك السايتوكاين ستورم. لا 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 ما 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 في فرق، ما في فرق يعني. مش عارف انه حاسس انكم انتم صار عندكم فوبيا من موضوع الكلمات عشان صح وغلط، انا هيك انا حاسس صراحه يعني ما تخلوا هذا لا لا مش عارف، انا نصيحتي لكم ما تتعاملوا مع الماده بهذا الشكل. لا لا انا ما بحكي ما تتعمقوش، انا بلعبش في الالفاظ. انا ما بلعب في الالفاظ، انا لما بجيب السؤال بجيب السؤال بشكل منطقي. يعني ما بلعب في كلمه ديستركشن هو نيكروسز ولا ابوبتوزز، مستحيل هذا الكلام احكيه، عشان لو انا بدي اسال الشكل بالصيغه هذه فانا لازم كمحاضر اكون دقيق اكثر واقول لكم هو ابوبتوزز او نيكروسز. انا كل فكرتي في الاسئله في الصح والخطا اللي هذا اصلا انا السؤال ما بحبه، انا يعني انا كمحاضر ما بحبش السؤال هذا، بس انا مضطر ان اجيبه لانه هذا النظام الالكتروني هو هيك، غير هيك ما في شيء. الان هذا السؤال اللعب بيكون فيه في موضوع الجنرال والسبيسيفيك، انا هذا اللي بلعب فيه، والاسئله كانت واضحه في في الكويز الاول، انه انا بجيب لكم بدايه الجمله عام جنرال كديفينيشن عام، وبعدين بعطيكم كل جزء خاص او العكس، ببدا خاص وبعدين بديكم العام. الان هنا عاد انتوا بتقعوا، انت بتقول طب ما هو يا دكتور ما هو منطق انه يكون السؤال صح، اكيد هو مش صح. اذا بدا السؤال عام لازم ينهي عام، بمعنى ناخذ مثلا انا الجوندس عشان اسهل مثال ممكن احكيه، يعني الان لما نحكي جوندس هو عبارة عن yellowish color due to accumulation of bilirubin. الآن هذه كجملة ما فيها أي شيء خطأ. ليش ما فيها شيء خطأ؟ لأنه بدأ في الجوندست هو general، ما حكالي هو post ولا intra ولا pre، هو قال لي جوندست، فبالتالي قال لي إيش ال cause accumulation of bilirubin وين general، قال لي unconjugated، قال لي unconjugated or conjugated ما حكى. الآن الجملة الصحيحة، لكن لو قال إنه الجوندس هو عبارة عن yellowish color due to accumulation of conjugated bilirubin، لا هذا غلط، لأن conjugated هذا عبارة عن نوع من أنواع الانترا، هذا انترا صار انترا جوندس أو البوست جوندس. الآن لازم تحدد لي ما دام حدد الكوز، ونفس الكلام العكس لو حكى البريهيباتيك جوندس هو yellowish color due to accumulation of bilirubin غلط، لأن البلوربر هنا إلها معنيين conjugated وunconjugated. طب مين أنت ما حددت ليش؟ مدى ما حددت لي قبل الجملة غلط. هيك فكره. أما فوبيا إنه أنا ألعب بالألفاظ وهذا نصيحتي ما تفكروا فيه، لأنكم حصير تشكوا في حالكم، وإذا الموضوع هذا وصل لهذه المرحلة بصراحة أنتوا حتقعوا في مشكلة كبيرة. يعني انتوا تكونوا مطمنين انه انا ما بلعب بالفاظ، هذا مش شغلي ان انا اقعد العب بالالفاظ، انا قاعد بتكلم في علم، لازم الطالب يفهم ايش هو الخاص وايش هو العام. شكرا، يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه نمان. ايمان تفضلي. ايمان دكتور يعطيك العافيه. أهلين يعطيك العافية أيمن. الحين في موضوع الأزمة في الإكسترينسيك الكولد إير، حكينا إنه الكولد إير أول إشي هو بيكون فازو كونستراكشن لما يدخل، وبعدين بيصير وارمينج وبيعمل فازو دايليشن. طب إيش اللي بيرجع يخليه يعمل تاني فازو كونستراكشن؟ إيش اللي بيخليه يعمل فازو كونستراكشن؟ هو بالأول أنت حكينا إنه بيعمل فازو كونستراكشن، بعدين بيعمل وارمينج للإير وبيصير فازو دايليشن وبيرجع تاني فازو كونستراكشن عشان يعمل لي فريزنج. لا لا هو مش هيك، عفوا هو احنا حكينا انه الكولد اير لانه بكون لما الانسان مثلا بتعرض للكولد اير سادنلي
فالكابيلاريز اللي موجودة في النوز ما بتقدر تعمل وارمينج وهيموديفيكيشن لكل الهواء اللي أجاها فجأة. هذا الشيء نتيجته بيعمل فازو كونستركشن. الآن بعد فترة، لأنه أنا بتكلم عن في الآخر بتكلم عن منطقة فيها كابيلاريز كمية كبيرة، وفبالتالي فيه بلد، والبلد درجة حرارته بنتكلم عن 73 درجة، فبالتالي
معلش انا اسف بس الموتور فصل، انا اسف.